السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة جديدة مع نيفين السيد رزق. جلستنا اليوم هنعرض فيها عن مشكلة لسلوك الأطفال التوحدين، وهي خلع الملابس. طبعا السلوك ده صعب جدا، وخصوصا في فصل الشتاء، فلازم الأم تتغلب عن المشكلة دي في الصغر، لان سهل جدا ان حضرتك تقدري انك تغيري وتعدلي بعض السلوكيات الخاطئة في الصغر، يعني من اول 4 سنين لغاية 8 لغاية 10 تقدري تعدلي او اقل. لا يعني هو الفترة اللي هي الصغير الطفل صغير فيها دي هي فترة قابلة للتعديل والتغيير، لان حضرتك بتعدلي على بعض السلوكيات اللي هي غلط، اللي ما ينفعش الطفل ينشأ عليها. مش اسكت وبعدين الطفل لما يبلغ من العمر 15 سنة اقول ده هو طول عمره وهو بيقلع وبينزع الملابس. طيب انا عايزة اتغلب عن المشكلة دي، يبقى من الاسهل ان انا لو الام لاحظت السلوك الغير مرغوب فيه ده للطفل تبتدي تعدل فيه في الفترة في فترة الصغر، عشان يبقى سهل ويتعود على نمط السلوك السليم. طيب أنا لازم أعرف الأول إيه السبب اللي بيخلي الطفل ينزع ملابسه وعايز يفضل عريان الوقت كتير. طيب في أسباب كتير جدا. أول سبب التحسس. يعني إيه التحسس؟ أنا هقول إيه هي المشاكل وهقول إيه الحل، إيه الحل الخاص بكل مشكلة. التحسس يعني الطفل بيتحسس القماش، القماش بيكون خشن ناعم، الملابس تكون ضيقة أو واسعة، فالموضوع ده بيضايق الطفل. طبعا الأم مش فاهمة هو ليه بيقلع هدومه. طيب لو الموضوع موضوع تحسس ان هو بيفضل يلمس الملابس اللي هو يلمسها بإيده، الطفل اللي بيفضل يلمس بإيده الملابس اللي هو لابسها وبيفضل يبص لها باشمئزاز وعايز يقلعها. طيب لو ده اسمه تحسس، ان هو بيتحسس نوعية القماش مش مضايقاه، مش مرتاح، مش مرتاح للونها او شكلها، ان هي ضيقة فمضايقاه وخانقاه ان هي واسعة. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اختار الملابس اللي هي يعني تكون مريحة ليه وما تضايقهوش. تاني حاجة يكون الملابس نظيفة بشكل سليم، بشكل مستمر، وتكون ريحتها كويسة. ممكن تكون ريحتها مضايقاه، ممكن يكون لو فيها بقعة فمضايقاه. حضرتك اللي يعني اكتر انسانة بتلاحظي على ابنك بعض التصرفات اللي بتصدر منه، بتبقي عارفة ايه اللي بيحبه ايه اللي بيكرهه، بتقدري تحددي المشكلة. ده هو انا لبسته التيشيرت ده واسع فراح قلعه، لبسته البنطلون ده الاستك بتاعه ضيق فيعني ضايقه في بطنه فراح قلع البنطلون، فخلاص فالموضوع ده بقى شكل سلوك نمطي وروتيني عنده ان هو يقلع على طول. يبقى الموضوع لو اول حاجة لو المشكلة مشكلة تحسس، ان هو بيفضل يحط ايده على الهدوم اللي هو لابسها ويفضل يبص لها وعايز ينزعها ويقلعها ويفضل قالع كده، فنعرف ان المشكلة دي موضوع بيتعلق بالخشن والناعم، يعني ملمس الملابس تكون خشنة فمضايقاه او ناعمة قوي مضايقاه، او الملابس ضيقة فخانقاه، او واسعة برضو مش مرتاح لها. فالحل انا بأكد ان انا اختار الملابس بتكون بتسبب له الراحة وما تضايقهوش. حضرتك هتبقي ملاحظة نظافة الملابس بتكون نظيفة والريحة ما تكونش شاذة، ممكن تكون مضايقاه المسحوق يبقى قوي جدا فيضايقه، او مسحوق معين ريحته مش عاجباه. فحضرتك يبقى معاكي كراسة تدوني فيها، تكتبي فيها ان انا لبسته النهاردة التيشيرت الاحمر ما عجبهوش لونه فراح قلعه، تاني يوم لبسته تيشيرت مثلا اصفر. معلش حضرتك هتتعبي، بس التعب ده هيكون بنتيجة ان شاء الله. لازم انا كل مرة بأكد في فيديوهاتي ان الموضوع محتاج صبر، اطفال التوحد محتاجين صبر من الام،
النتيجة بتبقى كويسة إن شاء الله لو استمريتي ومشيتي على برنامج صحيح وسليم، ده هيسهل مع حضرتك. تالت حاجة إن أنا طبعا قلت إن أنا إن أنا أبعد عن الملابس الضيقة، إن أنا الملابس اللي فيها حزام ممكن يكون مثلا بنطلون ضيق فمضايق بطنه، أو الحزام شادد على بطنه فمسبب له اختناق فمضايقه، يعني فبيضطر ان هو يقلع خلاص بقى روتيني، مجرد انك بتلبسيه الطقم ده فبيروح قلعه، او غيره بيروح قلعه. ليه؟ لان خلاص هو بقى روتين عنده. طيب ابتعد عن بعض الاقمشه والالوان اللي هو مش بيحبها. حضرتك بتدوني بتكتبي في كراسة زي ما انا قلت لحضرتك، لبسته النهاردة التيشيرت الاحمر ما عجبهوش قلعه، فلبسته الاصفر قلعه، لبسته الاخضر فلبسه، استمر لاخر النهار لبسه يبقى في حاجة كويسة. هكذا برضو البنطلون، لبسته البنطلون مثلا اللي هو استكو ضيق قوي فتعبه فقلعه لوحده، وخصوصا برضو بعض الاطفال بيبقى سهل عندهم ان هما بينزعوا الملابس بشكل سريع جدا. لو حضرتك ملبساه ملابس سهلة القلع فده بيسهل عليه عملية على طول ان هو يخلع الملابس. تمام، ده بالنسبة للتحسس. طيب تاني حاجة بقى، لو الموضوع ايه، حاجة اسمها الاستثارة. يعني ايه الاستثارة؟ يعني الطفل بيبقى بيتضايق في بعض الملابس بتسبب له احتكاك في جسمه فبيسبب هرش، فبيفضل يغرش فبيتضايق. مثلا برضو لازم التزم اسفه ببعض الملابس القطنيه اللي هي بتسبب له راحه وبتخليه مرتاح، مش بتعمل له حكه في جسمه، مش بتسبب له التهابات. طيب احل المشكله طبعا دي ان انا ببدل الملابس اللي انا بلبسها له اللي هي بتضايقه اللي هي بتسبب له احتكاك، دي اسمها استثاره، ان جسمه بيستثار بسرعه بيتضايق فبيبتدي ان هو ينزل الملابس. طيب ان انا الحل ان انا طبعا اختار له ملابس تكون قطنيه، سواء الملابس الداخليه او الخارجيه لازم تبقى قطن وتكون مريحه. اختار ال الاستك بتاع البنطلون او الداخلي يبقى مريح مش يسبب له تعب في بطنه او يخنقه. ان انا برضو استخدم بعض العلاج والدهانات اللي تقلل من عملية الهرش والاحتكاك ده. وفي حاجة مهمة جدا، ان انا اعوض الطفل ببعض الالعاب الحسية اللي هي المهارات الحسية اللي انا باكد عليها كل مرة. طبعا ما هنزود عليها مهارات اللي هي اللعب بالخشن، بالرز، المكرونة، الدقيق، وعرفه الخشن والناعم والجاف ويبتدي ان هو يلمسهم بايده. استخدم بس مثلا حس لمسي ويمشي على رجليه على حاجات، على سجاده ناعمه فعرفه انه ده ناعم. مثلا اعمل في البيت جزء كده احط فيه اسفه يعني حاجات خشنه، يعني ممكن احط زلط صغنن كده شوفيه ممكن تقدري تتعاملوا وتشتروه من بره ويمشي عليه، فجسمه خلاص يعرف ان هو ينوع التنويع ما بين الخشن والناعم، جسمه ان هو يتقبل اي تغير. فاهمة حضرتك؟ فهنتغلب على مشكلة الاستثارة، جسمه يتأقلم على الخشن، على الناعم، على بعض الملابس اللي هو يرتديها ما يقدرش يعمل السلوك ده من خلالها ان هو يقلعها او ينزعها في اي مكان. طبعا السلوك ده صعب جدا، بيسبب للام احراج، بتتكسف ان هي تاخد ابنها في اي مكان. فانا بقول لحضرتك الموضوع محتاج صبر وان شاء الله هيجيب نتيجة. ان انا التمارين الحسية دي مهمة جدا جدا جدا. تمام. طيب تديله بعض الاوامر، ما تهرش، ما تحكش في ايدك، تكوني حازمة معاه في الأوامر دي. طبعا أنا كنت منزلة فيديو بخصوص إزاي إن أنا أحسن من مهارة اللغوية للطفل بعدة مهارات، من ضمن المهارات اللي هي مهارات
مهارة تعديل أو فنيات تعديل السلوك اللي من خلالها أخلي الطفل يعمل بعض المهارات الحسية والبصرية اللي من ضمنها البصرية والسمعية واللمسية، هتحسن من مستوى أداء الطفل ومعاها تعديل السلوك، فكل ده مع بعض بيحسن نتيجة، بيحسن من حالة الطفل وبيخليه أفضل وأحسن. يبقى أول حاجة إن أنا بدرب الطفل على طاعة الأوامر، تنفيذ الأوامر من غير، دي أول تدريب بيخضع عليه الطفل التوحدي، دي أول حاجة أبتدي بيها عشانها، عشان من خلالها أحسن من مهارة من بعض المهارات الحسية اللي هي التواصل البصري، ومن خلالها أحسن المهارة اللغوية اللي هي الكلام. تالت حاجة النمطية أو الروتين. طيب يعني الطفل بيحب مثلا يلبس تيشيرت أخضر، فعايز يبقى لابسه كل يوم كل يوم، الأم بتعاني جدا إن هي تقلعه التيشيرت ده أو البنطلون أو طقم معين عايز يلبسه بصفة مستمرة صيف شتاء. طيب هعمل ايه؟ اعود الطفل على الملابس الجديدة، انوع، مرة البسه تشيرت لون مختلف، مرة نوع معين، قماش معين، رسمة معينة مختلفة عن اللي قبلها. اعرض له كمان صور تعليمية بتحذره وبتفهمه ان السلوك ده غلط، يعني صورة مرسوم فيها واحد بيقلع هدومه فاعمل اكس، في اكس صورة تانية للأماكن اللي مسموح فيها إن أنا أخلع ملابسي، يبقى فيها صح. تمام، يبقى دي بالنسبة للنمطية أو روتينية، إن الطفل بيتعلق بملابس معينة بلون معين بشكل دائم. لازم حضرتك تتغلبي على النقطة دي عشان ما يتعودش. تمام، في الصغر مهم جدا إنك تعدلي وتغيري أي سلوك شاذ. تمام، ما تدوش فرصة ان هو يصمم رأيه ان هو يلبس الطقم ده، يعني يلبسه، لا انوع. تمام، ان انا اغير، انوع في الطقم، في شكل الرسمة اللي على الصدر او البنطلون، اعمل له مزيج من الملابس، يعني خليط، يعني تبقى عندك مهارة كده كل يوم يلبس طقم شكل فيتعود على الملابس دي، الملابس القديمة مع الجديدة، يعني مرة طقم جديد مرة طقم قديم. تمام، اغسل له الملابس برضو الجديدة قبل ما يلبسها عشان ممكن يبقى فيها مثلا بعض اثناء تفصيل الملابس والمصانع وكده بيبقى فيه برضو مشاكل في قلب الأقمشة، فلازم اتغلب، بيبقى ليها ريحة، بيبقى ليها ملمس معين، فمن الافضل ان حضرتك تغسلي الملابس دي الجديدة قبل ما يلبسها الطفل، وتتخلصي من الملابس القديمة اللي هلكت تماما تماما عشان ما يمسكش ويتعلق بيها ويقولك دي، او يمسكها، او لو طفل غير ناطق هيمسكها، مش هيصمم، لو طفل ناطق هيقولك دي دي، فحضرتك هتكوني فاهمة. تمام، في برضو بعض الإرشادات اللي حضرتك لازم تبقى في اعتبارك وتبقى موجودة في دماغك عشان تقدري تطبقيها على طفلك. في بعض الحلول المساعدة اللي الأم لازم تكون حطاها في اعتبارها. أول حاجة إن أنا أعود الطفل إنه دخول الحمام ما ينفعش إن هو يخلع جميع ملابسه، يقلع البنطلون، يقلع الملابس الداخلية فقط، لكن ما يقلعش كل الهدوم عشان يدخل يعمل قضاء حاجة. تمام، عرفوا ان نزع الملابس كلها اثناء الاستحمام فقط، يعني انا ينزع الملابس كلها عشان هيستحمى، فالام تعرف ابنها يلا عشان استحمى، تكلمه ضمير المتكلم، فيلا نقلع، يلا اقلع هدومي كلها عشان المية تيجي في جسمي كلها. فلازم تعرفوا ان نزع الملابس او خلع الملابس اثناء الاستحمام فقط، اما بالنسبة لقضاء الحاجة الطفل يقلع البنطلون والملابس الداخلي فقط داخل الحمام مش بره الحمام، لا عشان يتعود. تاني حاجة اختار ملابس تكون صعب جدا على الطفل ان هو يخلعها بنفسه،
دي على الاقل في فتره العلاج او فتره تعديل السلوك، الفتره اللي هي نزع الملابس، عشان بعد كده هندربه على المهارات الحياتيه، بعض الملابس تكون سهله الارتداء او الخلع عشان يتعود ان هو يقلعها لوحده في المهارات الحياتيه. يبقى انا اختار له ملابس تكون صعب ان هو يخلعها في فتره تعديل السلوك، فتره تعديل السلوك لخلع الملابس. تمام، ان انا اراقبه دايما واديله اوامر ان السلوك ده غلط من خلال الصور، ما سيبش، ما ادلهوش فرصه ابدا ان هو يمشي عريان من اول ما يبتدي يقلع ملابسه او تلمحيه. لو اغفلتي عنه ان هو بقى عريان يتعاقب، تقعدي تلبسيه طبعا هدومه على طول ويقعد على كرسي، ده كرسي عقاب، اقعد انت قلعت هدومك كده غلط، اقلع هدومي وانا بستحمى بس. تمام، اقول له كده. طبعا القطنيات، القطنيات القطنيات مهم جدا، ملابس داخلي وخارجي لازم يكون لابسها. ومش شرط ان الطفل التوحدي لازم تلبسيه زي حد من اخواته او حد من قرايبه، ممكن يكون ده مضايقه، فما ينفعش خالص ان ايه لازم تربطيه بكده. كل طفل ليه مفتاح وليه مدخل معين مفيش حد يعرفه غير مامته، استغلي المدخل ده عشان تقدري تقومي وتغيري وتحسني السلوك السيء، تستبدليه بسلوك ايجابي. وما ننساش طبعا تنفيذ الاوامر، ده بيجيب نتيجة كويسة جدا، طاعة الاوامر مهمة جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه، ويا رب اكون جمعت يعني كل شيء يقدر يفيدكم. وسامحوني لو نسيت شيء، ويا رب ما اكونش نسيت شيء، ويا رب يكون كل شيء قلته نفع تنفعوا بيه اولادكم. وكل عام وانتم بخير، ويا رب ان شاء الله باذن الله تشوفوا اولادكم في احسن حال وتحت امركم. في اي تعليق ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا مشاركة للفيديو لاي حد عنده طفل توحدي ومحتاج اي معلومة. يعني اتمنى ان شاء الله تشيروا الفيديو ده لاي حد محتاج اي معلومة هتفيده ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.